السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم طالب مايك هشام، واليوم رح نرجع نستكمل شرح مادة تطوير تطبيقات الويب، وآخر مكان وصلنا له اللي هو CSS، اليوم رح نبدأ فيه طبعا. تمام، CSS شو فايدتها؟ CSS احنا بنستخدمها عشان تعطي خصائص للصفحة، ألوان، أشكال، وبقدر أكتبها بثلاث طرق مختلفة، وفي كل طريقة رح نحكي عنها. تمام، طبعا عندنا أول طريقة اللي هي Inline CSS و Embedded CSS و External CSS. تمام، رح نبدأ بالإنلاين بعدين Embedded بعدين External. تمام، شو الفرق طبعا بينهم؟ عندك الإنلاين انت بتكتبها داخل البادي، وإلها خصائص ثانية طبعا بس بشكل مختصر بتكتبها داخل البادي. الإمبيدد بتكتبها داخل الهيد وتأثر على صفحة، الإنلاين بتأثر على تاج واحد بس. تمام، والاكسترنال انت بتكتبها بملف خارجي غير عن هاي الصفحة، ما بتكتبها مثلا بهاي الصفحة، بتكتبها بملف ثاني. تمام، راح نبدأ اول شيء زي ما قلنا الانلاين سي اس اس. الانلاين شو فايدتها او شو بستخدمها؟ اول شيء الانلاين احنا بستخدمها لما باجي بأثر على تاج واحد. تمام، ونكتب طبعا تعديلات داخل التاج، وهسه بنشرح لكم كيف، وبنكتبها داخل البادي. تمام، هسه بنشوف كيف. هاي الانلاين سي اس اس، هاي البادي طبعا، وهاي التاج اللي انا بدي اثر فيه، بكتب بي ستايل. تمام، بعدين كلر عشان احدد اللون اللي انا بدي اياه، وفونت سايز الخط طبعا، وهي مالك 1 سكرنا التاج، وهذا التاج هيو ديفولت ما غيرت فيه اي شيء. شايفين هيو اخذ اول خاصيه كتبتها اللي هي اللون الاحمر، ثاني خاصيه اللي هي الخط بحجم 30 بكسل، وهي طريقه الكتابه زي ما انتم شايفين، بتحط كوتيشن هون وكوتيشن هون، وبتقدر تكتب كل التعديلات في نفس التاج لكن بتفصل بينهم بسيمي كولون. يعني مثلا انت هسه زي هيك بس بدك تغير اللون، حط سيمي كولون وخلاص، بدكش تغير، بدك تضيف شغلة بتحط نفس السيمي كولون. هيها سيمي كولون واحدة اللي هي هاي السيمي كولون فاصلة منقوطة، وبتكتب مثلا فونت سايز، وتحط بين الفونت سايز نقطتين رأسيتين، بعدين تكتب 30 بكسل، نفس الشيء الكولر نقطتين رأسيتين ريد. تمام، فهي هي الانلاين سي اس اس. في خواص ثانية ممكن نحكي عنها كمان، نفس الستنج انلاين برضه اللي هي كلر، بقدر اكتب شكلين مثلا، يا اني اكتب كلر فيوليت مثلا بدي اياه فيوليت، يا اما اني اكتب الهكس الهكس فاليو تاعته اللي هو زي هاي، نحط هاشتاج بعدين الهكس فاليو طبعا. تمام، عندنا كمان تعديلة ثانية اللي هي Text Align، هاي محاذاة النص، وين بدك انت النص يكون، يمين وسط شمال، محاذاته شغلة يعني نستخدمها دائما في وورد. تمام، Text Indent اللي هي المسافة اللي راح تبدأ قبل الفقرة، نفس الشيء بحددها بخمسين بكسل او في EM او كم بالمية. تمام، اكثر شيء تقريبا الناس بتستعمله هو البكسل. وفونت ويت سماكة النص، بولدر مثلا اغمق اشي، عندك لايتر عندك لايت وعندك نورمال وعندك بولد وبولدر، انا مثلا هي اغمق اشي، وهيها هيها هاي بادئة من اليمين، هيها مالك 1 من اليمين، مالك 2 هيها 50 بكسل راح تبدأ، هيها تقريبا 50 بكسل، هاي اكيد يعني 50 بكسل، هاي مالك 3 اغمق الحروف اغمق طبعا، ولون ازرق. ولهون وصلنا لنهاية الانلاين سي اس اس، وان شاء الله نكمل في الامبيدد سي اس اس.